أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد إلى فقرة بين قوسين. أخيرا نختم بالأمل، وأمل الجزائر هو شباب الجزائر، بودكاست عربية، مشروع أوجده شباب فكروا فيه، عملوا لأجله كثيرا، انطلق من الفضاء الأزرق الفيسبوك. اليوم هو نهار الفيسبوك اليوم نهار الفيسبوك، لكن جسدوه في الواقع بمشاريع فنية ثقافية توعوية تربوية تخدم المجتمع. صاحب هذا المشروع الإعلامي الزميل يوسف بعلوج، أهلا وسهلا بك. أهلا بك يوسف بعلوج. بارك فيك. مرحبا بجماعة الفيسبوك. مرحبا بك. بارك فيك. احتفلتم منذ أيام بسنة على البودكاست، نقول لكم عيد ميلاد سعيد لهذا المشروع، وإن شاء الله نتمنوا له المزيد من التوفيق والديمومة، لأنه حقيقة اكتشف الكثير من المواهب. في البداية نخليك تحكي لي باختصار على هذا المشروع. شكرا على الاستضافة ليلى. مشروع بودكاست أريبيا هو مشروع كان عندي كفكرة منذ سنوات بعيدة جدا، يعني نقدر نقول من 2011 تقريبا كانت الفكرة حاضرة في الذهن، لكن حاولت لأنه فكرة تطلب إمكانيات، حاولت أني نعرضها على أصدقاء منتجين. طلب إمكانيات ومجهود، مجهود كبير. أكيد أكيد. حاولت أني نعرضها على أصدقاء، لكن منتجين هذو أصدقاء يعني ربما ما كانوش متحمسين للفكرة، ولا ما كانوش مستوعبينها بشكل كامل. فبعد سنوات من الأخذ والرد قررت أنه يعني ندخل فيها بشكل شخصي، نبدأها بشكل شخصي على الأقل، أنه نحطها على السكة، ومن بعد ممكن أنه تلقى دعم، تلقى دعم من أطراف معينة، يعني معنوي أو شيء أو مادي ربما. مادي خاصة. معنوي يعني أنا يعني دائرة الأصدقاء حتى الزملاء الإعلاميين ما همش مقصرين، يعني معنوي، حتى أنه تلقى ناس يأمنوا بهذه الفكرة. أكيد يأمنوا بهذه الفكرة، اللي هو أصعب شيء، يعني لأنه أنا شخصيا يعني الإيمان تاعي بالفكرة كان قوي جدا، رغم أنه حاولت أني نشرح الناس ما كانوش مستوعبينها ولا ما آمنوش بها بشكل كبير، لكن أنا إيماني القوي بالفكرة واللي خلاني أني نوصلها بشكل كامل. أنت اخترت شيء جديد، شيء اللي راه يستعملوه الشباب كثير، اللي هو الفيسبوك، مواقع التواصل الاجتماعي. قدرت تكتشف الكثير من المواهب في المسرح، في الفن، في وعندك تقريبا 400 عمل، والكثير من الآلاف ربما من المنضمين. وش قدرت تكتشف من خلال هذا المشروع؟ أنا اكتشاف الأكبر في هذا المشروع أنه الشباب العربي عموما والشباب الجزائري تحديدا لما ما يلقاش فرصة معينة في القنوات الاعتيادية ولا القنوات التلفزيونات، كل القنوات الاعتيادية، ممكن مسرح، ممكن سينما، ممكن كل ما هو مؤهل أنه يستقطب مواهبهم ويبينها للجمهور، يقدر أنه يتكل على يعني وسيط رديف، ولا وسيط اللي يعني ممكن مش يعني عمله الرسمي أنه يطلقهم كمواهب، لكن هما طوعوه بشكل أو بآخر أنه يقدروا يضخوا مواهبهم، يعني ربما في التمثيل، ربما في تقديم البرامج، ربما الكثير من الفيديوهات التوعوية اللي توعي الشباب، توصل أفكار في الكثير من المواضيع. عندنا في الموقع يعني كاين الناس اللي تشتغل على هذا يعني الجانب بطريقة كوميدية، بطريقة ترفيهية. شوف الصور اللي فيها بعض الشباب اللي يقدم أعمال، يقدم أفكار. شاركوا معنا في مسابقة، قدم نشاطات. هذو شاركوا معنا في مسابقة عملناها في الموقع اللي هي مسابقة اليوتيوبرز، كان فيها مشاركة من أكثر من دولة عربية. عملنا 6 دورات في 2016، و يعني كنا في كل شهر نختاروا موضوع ونطرحوه، وكل واحد يتناوله بطريقته، اللي حبيت يتناوله. عملت منذ مدة بودكاست المرأة العربية. نعم، عملناه في شهر مارس. عملنا أسبوع المرأة العربية بنفس النظام، يعني عملنا حددنا مجموعة من المواضيع للمشاركات، وكل واحدة تناولته بالطريقة اللي تناسبها ولا اللي موافقة تشتغل بها. نعم دكتور، الموضوع هذا اللي دكتور حاليا دكتور
عفوا فقط انا كنت حابه نوجه لك سؤال باش نقحمك في الموضوع. أولاً يعطينا حوصله خلاصه عن الفكره الجديده التي تحاولون التسويق لها الان، لان الناس راهي تشاهد فيك الان، حاول انك تلخص لهم الفكره لعله يكون كاين الجديد من المشاركين معكم. هي الفكره بكل بساطه انه احنا نشجع انتاج محتوى مخصص للعرض على الشبكه، اللي هو نظام يختلف تماما عن العرض على التلفزيون او عبر وسائط اخرى. فيديوهات الشبكه غالبا تكون اقصر، مدتها اقصر، امكانياتها الانتاجيه المتاحه لها اقل من الانتاجات الضخمه اللي موجهه للسينما والتلفزيون. ممكن يصور بتليفون. اكزاكتومون، يعني غالبيه الشباب اللي يشتغلوا حتى بهواتف عاديه جدا. لكن هذا المحتوى يعني عنده جمهور اوسع و يستهدف الشريحه اللي يعني يستهدف الشباب الشريحه اللي تستخدم الوسائل، اهم شريحه في المجتمع بالضبط، اللي هي اكثر استخداما للتقنيه من الفئات العمريه صحيح. اكبر يعني. طيب الهدف الاساسي من مثل هذه يعني المسابقات، احنا المسابقات اولا نشجع بها صناعه المحتوى، المحتوى العربي على الشبكات هو من اضعف المحتويات يعني من ناحيه الحصه يعني في المحتوى العالمي. هناك يعني تسارع في يعني اكسبونونسيال فيما يخص الانتاج المحتوى، لكن يبقى توجور هذا المحتوى الانتاج تاعه ضعيف كما فاحنا نشجعوا كما على الاقل نشجعوه من ناحيه انه نوفروا ماده في مواضيع معينه تهم كل الناس. يعني لما نحكيو مثلا على مسابقه يوتيوبرز، عملنا على التعليم، عملنا على شهر رمضان، عملنا على كل يعني المواضيع اللي عندها تخلق نوع من التفاعل عند الناس. يعني هذه الاعمال، هل هي تلك الاعمال التي ارتقى بها مثلا انستينا ولا بطبيعه بنفس الشكل، ام انه هنالك اضافات اخرى؟ يعني كل ما هو موجه للعرض على الشبكه يسمى بودكاست. يعني الشيء اللي اشتغلوا انستينا محسوب على نفس الفئه، محسوب على نفس الفئه، لكن تبقى يعني البودكاست في حد ذاته كاين فيه يعني نوعيات. مثلا احنا في مسابقه يوتيوبرز كان اللي عملوا مثلا في الدراسه، كاين اللي عملوها بطريقه كوميديه، كاين اللي عملوها على شكل سكتش، كاين اللي عملوا مثلا احصائيات على المقارنه بين الدراسه مثلا بشكل جاد جدا بين العالم العربي والدراسه في دول اخرى. نعم، فقط للاضافه دكتور، شوفوا يعني مثل هذه المسابقات، مثل هذه المشاريع ممكن تخرج لنا مبدعين مثل انستينا. لو نعاود نرجع للاحداث، اول موضوع اللي تكلمنا عليه هي الاحتجاجات والفوضى اللي صارت انستينا راح تنقل لبجايه وعمل فيديو من هناك توعوي. يعني راح يكون عندنا الكثير من الشباب اللي رايحين يساهموا في الحفاظ على المجتمع، في خدمة هذا المجتمع بطريقة أو بأخرى. يوسف، الاهتمام بالطفولة كجزء لا يتجزأ من المجتمع، أنا أرى بأن إشكاليتنا أننا أهملنا هذا الطفل ولم نستثمر فيه. ألا ترى بأنه ممكن جدا أن يكون يعني مرحلة تقترحون من خلالها موضوعا يرتكز على الطفل والاستثمار فيه؟ أنا فيما يخص الأطفال عاملين يعني جزء مخصص للطفل في الموقع، لأنه كاين ناس يشتغلوا مواد موجهة للأطفال، هذه أول حاجة. ثاني حاجة كاين يوتيوبرز ماهيش حاب نصغرهم بزاف، لكن بيبقوا دائما محسوبين على فئة الأطفال يعني، هم يشتغلوا مواد للعرض على الشبكة. احنا كنا حابين أنه نعملوا موضوع في مسابقة يوتيوبرز على الطفولة، لكن فكرنا أنه على منوال أسبوع اليوتيوب المرأة العربية في 2017 في اليوم العالمي للطفل نعملوا أسبوع خاص للطفل، لكن الأمور كل هذه تحتكم إلى 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 تمويل. احنا حاليا يعني كل الأشياء اللي تظهر للناس كبيرة في هي مجهودات خاصة جدا، هي مجهودات خاصة جدا وإمكانيات شخصية جدا. فقط لانه الناس ممكن ما كانتش مستوعبه، فانا كنت حاب اني نوري لهم الشيء اللي انا ما نحكي لهمش على فكره، نحكي لهم على شيء ملموس، انه ها والشيء اللي عملناه، اذا انتم يعني ممكن انه تكونوا مهتمين كممولين نعملوا اشياء على نفس المنوال. شوف كيف اكبر قدر ممكن. نعم، شوف كيف طريقه لاستيعاب الشباب، شوف نعم. احتواء واستيعاب الشباب بهذه الطريقه. هذه عملنا مثلا الفيديوهات اللي تعرض على الشبكه على الشاشه، هي من مسابقة اليوتيوبرز. راك تشوف الدورة الثالثة العطلة، الناس انتقدت بعض المظاهر يعني السلبية في التعامل مع الفضاء العام مثلا اثناء العطل. يعني كيفاش يعبروا؟ يعني عندهم فضاء هنا يعبروا ويتكلموا من خلاله وينقلوا افكارهم.
ليش تجاوب احنا اللي راه كاين اللي كاين جزائريين ايجابيين كما هكا وتربويين. احنا انا كنت ماني من قبيله قلبي حابس على اصحاب الفيسبوك هذو ساعه في لا في كثير من الامور ايجابيه ختام وهذوك ارتاحيت وانا يعني احنا في ختام الكسمور ارتاحيت. شوف راهي يعني شباب منتج يعني ثقافي مبدع ابداع ثقافي وفني وتربوي وبدون امكانيات وتربوي بالاخص يعني تربوي نقول لك نحييك ونشكرك يعني شكرا جزيلا. انا ماكش حاسب بلي كاين هذا في عالم في عالم فيسبوك راه كاين ناس كيما الاخ ينجو هذا الانتاج الفني اللي عنده ثاني بعد وطني ويشوف الدرابو دارجيري معاهم وصوره صوره العالم الجزائري كلش اختي نشكروه يعني نعم ونحيوه ونتمنوا لكم المزيد من النجاح ان شاء الله. يوسف في الاخير واش هي مشاريعك واش الحاجه اللي تحتاجها كدعم باش ربما تروح لهذه المشاريع الى ابعد ابعد من هذا؟ انا الشيء اللي نحتاجه اكيد حاليا هو الدعم المادي لانه المشاريع اللي قدمناها مثلا اسبوع المراه العربيه احنا حابين نعملوه على شكل اوسع بتيمات تخص المراه العربيه وتدعم قضايا المراه. نعم. وحابين نعملوه على شكل مسابقه اعلنا هذا الامر. لو يكون عندنا مثلا دعم مادي حيكون عدد المشاركين اكبر نقدروا نستوعبوا عدد اكبر ويكون يعني حتى تسويق هذه الماده يكون على شكل اوسع. لما تعرفوا انه الانتاج يعني انتاج المحتوى يتطلب امكانيات في التصوير في المونتاج في تنظيم تنظيم الاسبوع. هل عرضت هذه الاشياء تاع اعمال تاعك عرضتها على وزير الشباب وزير التضامن ووزير الثقافه؟ هل هذه على بالهم بهذه الاشغال هذه؟ وزير الثقافة هو اتصل بنا مش احنا اتصلنا به مشكورا سي عز الدين ميهوبي هو اتصل بنا. شوف المسابقات اللي عملناهم مسابقة اليوتيوبرز ومسابقة المطالعة يتبع كثير هو كان متتبع يعني وانا ما كنتش يعني على اطلاع على انه او متبع اتصل بنا وقال لي انه حاب نعمل مسابقه شعريه مصوره على نفس المنوال اللي عملتوه في مسابقه يوتيوبرز ومسابقه المطالعه واعطانا فتره يعني تاع اشهر انه عملنا كونسيبت كامل وعملنا يعني الاطلاق الرسمي للمسابقه اللي هي مسابقه قصيده كليب وحاليا انا في استقبال ترشيحات اما المادي كاين اكيد انه حيكون فيه دعم مادي عن طريق المسابقه لانه في فيه منتج في منتج للامر. نعم ننتظر ونشوف ان شاء الله. ان شاء الله نتمنوا لك النجاح والتوفيق. يوسف بعلوج اعلامي صاحب مشروع بودكاست هذه الحصه نوجه نداء الى وزاره الشباب وزاره التضامن والاسره وزاره الثقافه بيدعموك لان هذا هو العمل الحقيقي الفارغ الثقافي اللي راه عندنا والثقافه التربوي والفارغ التربوي هذا اللي غادي يبني بهذه الطريقه يعني نطلعوا شباب ايجابي اتجاه بلادهم ما نطلعوش شباب اللي يحرق ويسرق وينهب واللي يعني هذا هو اللي يسرق. نعم 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 شكرا جزيلا محمد صحوري الدكتور فارس مزدوري يوسف بعلوج كل الجمهور الكريم مشاهدينا الكرام نشكركم على المتابعه نلتقي في الاسبوع الجاي السبت الجاي وعدد جديد من نقاط الحروف الى اللقاء.